مشاهدينا اهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. وهذا النداء اللي غنديرو صراحه كيقصح في القلب، كيضر في الخاطر. واحد الام مسكينه مريضه بزاف، بنتها كتحط الشيكات غير باش تداوي الام ديالها. كاين واحد الابن اللي كتقول لابنها ان خوهم لاباس عليه، يعني بامكانيات، والله يعني عنده الامكانيات، الله يفيض عليه الخير، ولكن كيرفض انه يعالج الام ديالو. اليوم في واحد الحاله اللي هي خطيره بزاف، اضطرات البنت انها تعيط للاسعاف. انا كنت جايه عندها على اساس غنصورو في الدار، فانا كي وصلت قالت لي اختي راه صافي ماما تزاد عليها الحال، انا جبت الاسعاف، راه طلع السيد باش يهبط السيده ان شاء الله يديوها للسبيطار اولا كلينيك. نتمناو خير ان شاء الله، والله يسمعها قبل الخير، والله يشافي الام ديالها. السيده غتحمق، الله يشافي الام ديالها. وهاد الابن لا كان هادشي، يعني القول اللي كتقول السيده بصح الله يرد به ويعالج الام ديالو ويهتم بالام ديالو. نتمناو خير باذن الله تعالى. الله يشافيها ويعافيها. الامبيلونس يطلع باش يهبط السيده. نتمناو خير، نتمناو خير، نتمناو الفرج من عند الله، نتمناو الفرج من عند الله. الله يشافيها ويعافيها. الله يشافيها ويعافيها. لا ماشي مشكل، واخا انا عندي سميتيها. الله يشافيها ويعافيها. لا راه تحرمي دابا. الله يشافيك اخالتي، الله يشافيك اخالتي. خلاه واقف. انا يلاه جيت. الله يشافيك اخالتي. زوين بزاف. الله يشافيك. ما تمت. موجود. نتمناو المحسنين يدخلوا على الخط، نتمناو يا ربي المسؤولين كذلك يدخلوا على الخط. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هادشي كيضر بزاف. لا اله الا الله محمد رسول الله. عاب شويه عليك اخالتي باش الله يشافي لك الميمه ديالك. غتحماقي غتحماقي، ما حتى واحد. الوالدين هما كلشي، هما حياتنا، هما حياتنا. اتصلتي بولدها والو ما بغى يدير معنا حتى حل. خويا لاباس عليه ما بغى يدير معنا حتى حل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. نتمناو هاد السيد يحن قلبو، نتمناو يجيو يشوفوا الميمه ديالو، يعتقلوا الميمه ديالو. نتمناو يا ربي، نتمناو يا ربي. الداس اللي ما بغيناش نهضر بزاف. غنجي ان شاء الله، غنجي عندك اخالتي، غنجي عندك ان شاء الله، غنجي عندك. نتمناو خير. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. شوفي شحال الساعه عاد باش ندير لك شويه تنفس وغترجعي ان شاء الله لدويرتك ان شاء الله. الله يشافيها اختي، الله يشافيها. قلتي لي غرقتي بالشيكات هكا في سبيل الوالدين، حتى حاجه ما تضر. غرقت في الشيكات والامبيلونس عارف كلشي. لا اله الا الله. والحاله ديالها ماشي ديال السبيطار، حيت الحاله ديالها صعيبه بزاف. لا حول ولا قوه الا بالله. ورا شنو قلت لها؟ ساعه الصبيط. شنو بغيتي تقولي لولدك يجي عندك؟ ها ولدك ايوا بغيتي يجي عندك؟ باش انا ما نمشيش وتعيطني سولت عليا. الله يا دابا يسول غير تاحي، غير تاحي. الله يشافيك، غير تاحي. نتمناو يا ربي، نتمناو يا ربي المحسنين يتدخلوا على الخط، المسؤولين يتدخلوا على الخط. ولدها لا كان كيسمعنا يتدخل على الخط. هادشي كيدار في الخاطر، كيدارنا ما كنبغيوش نصوروا هادشي صراحة، ولكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. نتمناو هاد السيدة شافا، نتمناو تعافى، نتمناو يا ربي البنيه ديالها كذلك ان شاء الله تفرح بميمتها وتشوف ميمتها تشافات وتعافات يا ربي. الله يشافيك، الله يشافيك، الله يشافيك. يعاونهم يعاونهم. الله يشافيها ويعافيها يا ربي، يا ربي. هاد العائله تلقى اتصالات، والله كان هاد الولد ما فيش الخير وماذا ما باغيش يشوف الام ديالو الواجب ديالو. هاد الشيء راه بالشرع وبالقانون، ما بغاش يديروا لا بالمحنه لا بالشرع لا بالقانون. نتمناو يا ربي الناس يتدخلوا على الخط، لان هاد السيده كتمحن صراحه. الله يشافيها اختي، الله يشافيها يا اختي، الله يشافيها، الله يشافيها. انا ما نتبغي فراغ انا وياها. الله وما نصورش لينا ولدها. مهددين بالافراغ بجوج، البنت امها والابن. الله يهديه، الله يهديه. مهددين بالافراغ مشاهدينا كي كتشوفوا، يعني كل شيء اللي عندها كتخسروا على ميمتها، وما غيمشيش ليها في الخلا وما غيضيعش ليها، وربي غيعوضها خير، وربي غيعوضها خير. ما بغيناش هاد العائله تشرد، ما بغيناهمش يخرجوا الزنقه، ما بغيناش هاد السيده تعاني. نتمناو خير يا ربي. الصوره على المباشر قدامكم مشاهدينا، ها هي الصوره على المباشر. هي غتجي حتى لعندك. ايوا جيت هنا باش ندير الصندوق، كاينون باش يدير الصندوق. نتمنى الاتصالات يتلقاوها هاد العائله، الله يجازيكم بخير. الاتصالات يتلقاوها هاد العائله، راه هاد السيده الابنه غرقها تكديديات ومهدده بالافراغ، سمعتوها ولا خرجت غتخرج يومها للزنق. ما عندهم حد، واحد اللي كان عندهم وكانوا كيترجاو فيه الخير ما كاينش. ها هي الام كتسمعني، ها انت. الله يا خويا الله. كاينين الناس اللي ما عندهمش غير كيقولوا كون بقاو لينا والدينا نهزوهم فوق رموش عينينا، وناس كاينين والديهم وللاسف. اسمح لي يا خويا باش ما نمشيش. يعاونك؟ لا صافي. ها هي الصورة مشاهدينا، صورة مؤلمة. ها نزيدك الأكسجين. غادي نشوفو دابا يقدر يدخل. الله يشافيها ويعافيها وترجع للدويرة إن شاء الله على خير. الله يشافيك أخالتي، الله يجيبك على خير وبخير. نتمناو يا ربي. هاد السيدة قلت ليها فين غدا، قالت لي ما عرفتش. قالت لي المهم جبت الاسعاف تاع التقليه ماما، ما عرفتش انا فين غاديك، ما عارفاش فين غادا. دابا انت ركبتي ما عرفتيش. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كاين الله، يا الله انا من وقتي. اصبر اصبر. قلنا غادي نمشيو لها. ماما نعم خالتي سعاد الله يشافيك ويعافيك. صافي اخويا الله يعطيك هيديها. الله يشافيك ويعافيك ونتلاقاو ان شاء الله على خير وفي دويرتك ان شاء الله. طلعي بنت طلعي مع ماما. طلع ولدي انا لحقي عليكم. الله يسهل يا ربي. الله يشافيها ويعافيها. الله يشافيها والله يحنن قلب ولدها عليها. الله يحنن قلب ولدها عليها. وبغينا المحسنين يدخلوا على الخط. والله هاد السيده تبركبات بنتها في الاسعاف وما عارفاش فين غادا. قلت لها فين؟ قالت لي انا نشوف السيد فين غيديني ما عرفاتش. غرقات بالكريديات غرقات بالشيكات. كنقولوها ونعاودوها حتى حاجه ما ضيعه في الوالدين. حتى حاجه ما ضيعه مهدده بالافراغ وحتى حاجه ما ضيعه في الوالدين. ونتمناو يا ربي يا ربي المحسنين يدخلوا على الخط. يا ربي الجاليه ديال الجاليه المغربيه مشكورين هذا المنبر. يا ربي يا ربي يدخلوا هنا. يا ربي امين يا ربي امين يا ربي. صافي اخويا غير اذا مشاهدينا نتمنى الله يجيب لها الشفاء وغنلحقوا عليهم ان شاء الله. نشوفوا فين غيمشيو وغنمشيو ان شاء الله وناخذوا التصريح. ونتمناو المحسنين قبل ما يصبح الحال تلقى محسنين اللي قدوا يتكلفوا بالعلاج ديالها. والله يهدي ولدها. وكنقولوا ليه راه اليوم الدنيا وغدا الاخره وبالوالدين احسانا. وسبحان الله راه لا الواجب اللي غيدير ما غيديرش فيها خير راه غيدير فيها واجب. نتمناو باذن الله تعالى النداء يكون يوصل ما بقى لمشاهدينا. إذا نودعكم دمتم في أمان الله. شكرا أخويا الله يديكم على خير. أنا مشاهدينا غنتصل بهم نشوف الوجهة. ما بقى لي مشاهدين نودعكم. الله يشافيها ويعافيها. دمتم في امان الله. الى اللقاء.